أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد، قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. حسنت. قال المؤلف رحمه الله: وعنه، أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. من خير معاش الناس لهم، يعني من خير ما يعيش الناس لأجله، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. والعنان هو اللجام، أي ممسك لجام فرسه وزمامه جهادا في سبيل الله. يطير على متنه، أي يسرع على متنه، أي على ظهر فرسه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. والفرق بين الهيعة والفزعة أن الهيعة هي الصوت الذي تسمعه من عدو أو من غيره فتخاف منه، والفزعة هي صوت الاستغاثة وطلب النصرة، تسمعها من أخيك المسلم لقتال المشركين. والمقصود أنه كلما قام ما يدعو إلى الجهاد في سبيل الله قام مع إخوانه المجاهدين فجاهد لإعلاء كلمة الله. قال: كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، يعني يطلب الشهادة في سبيل الله، يبتغي القتل أو الموت، أو هذه شك من الراوي، لأن الموت هو القتل هنا في هذا السياق،
وقوله مظانه أي مكانه ووقته الذي يغلب على ظنه وجوده فيه، وهو دليل على جواز طلب الشهادة، يعني أن يكون غرضه من الجهاد القتل في سبيل الله، أن يقتل في سبيل الله. قال أو رجل في غنيمة، هذا أو هنا للتنويع، أي وهناك نوع ثان من الناس هم من خير ما يعيش الناس ويحيون لأجله. من هو الصنف الثاني؟ قال أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف. الغنيمة تصغير غنم، وهو تصغير تقليل، وهو تنبيه على أنه ينبغي للمسلم أن يستقل من الدنيا، فلا يكون معه، أي هذا الرجل الذي في شعفة من الشعف، لا يكون معه إلا غنم قليل قدر الحاجة فقط، لا يستكثر منه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من الشعف، يعني على رأس جبل من الجبال، أو بطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير، أي رجل اعتزل في رأس جبل من الجبال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصلي ويعبد ربه سبحانه، فيعتزل الناس إلى أن يأتيه اليقين أي الموت. ليس من الناس إلا في خير، يعني لا يخالط الناس إلا في أمر فيه خير، كأن يذهب لشهود العيد مثلا مع الناس، أو لشهود الجنازة، أو لزيارة قريب، صلة الرحم، أو غير ذلك من أمور الخير، ثم يعود إلى مكانه في رأس جبل من الجبال يعتزل الناس. هذا الحديث وغيره كما مر معنا في الدرس السابق يدل على أن العزلة خير للمسلم من مخالطة الناس، لأنه يحصل الحسنات ويسلم من السيئات، لأن مخالطة الناس مجلبة في العادة مجلبة لاكتساب الآثام، يظلم هذا أو يكذب أو يغش أو يحصل أي له أي شيء من الناس بحيث يؤذي أو يؤذى. وهناك حديث يدل على أن الأفضل للمسلم هو مخالطة الناس وليس الاعتزال عنهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الحديثين لا اختلاف بينهما، لأن هذا يختلف بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، فأحيانا تكون العزلة أفضل للإنسان، وأحيانا تكون المخالطة أفضل. فمثلا في زمن القرون المفضلة، في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، المخالطة لا شك أنها أفضل، لأنه يخالط صفوة هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أحسن الناس، أحسن هذه الأمة، فيسمع منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه لمن بعده، ويكتسب من أخلاقهم وعلمهم وغير ذلك. لكن المخالطة في آخر الزمان حين يقترب قيام الساعة أفضل أو العزلة؟ العزلة أفضل حينئذ، لأنه يغلب على الناس الشر، فيغلب على ظن الإنسان أنه إن بقي فتن كما فتنوا، فتكون العزلة له أفضل. فلا يوجد تفضيل بين العزلة والمخالطة على الإطلاق، وإنما يختلف هذا بحسب الأشخاص
وبحسب الزمان وبحسب المكان والأحوال. قال: وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يقول: إن في الجنة 100 درجة، أي 100 منزلة. الدرجات في الجنة أي المنازل التي ينزل فيها المؤمنون، وهي متفاوتة بحسب أعمالهم. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الرضا التام في القلب، أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، رضا تاما لا يخالطه أدنى شك، وجبت له الجنة، فهي بشارة عظيمة له بدخول الجنة من غير سابقة عذاب. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما طلب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعادة، إعادة هذه الجملة، تلذذاً بما سمع، أعجبه ذلك فأحب أن يسمعها مرة ثانية، فأعادها عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. أي وهناك خصلة أخرى توجب له الجنة وترفعه 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الحديث أخرجه مسلم. وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العبارة الأخيرة، وهي قوله: الجهاد في سبيل الله، لبيان فضل الجهاد ولتحريض المؤمنين عليه، امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. وهنا في هذا الحديث والذي قبله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، يعني ارتقي في منازل الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فدل على أن صاحب القرآن، وصاحب القرآن هو يعني الملازم لقراءة القرآن، يقرأه دائما الليل والنهار، فهو الذي يسمى صاحب القرآن. يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي في منازل الجنة، بكل آية درجة، كما دل عليه حديث آخر صحيح عند الإمام أحمد. فدل ماذا؟ هذا الحديث دل على أن الدرجات في الجنة تزيد على 6000، لأن آيات القرآن تزيد على هذا العدد. وهنا ذكر أن في الجنة 100 درجة، فأجاب العلماء عن هذا الذي ظاهره الاختلاف وليس بينهما اختلاف في الواقع، أجابوا بأجوبة أحسنها جوابان. الأول أن 100 إنما العدد هذا لا مفهوم له، لأنه إنما ذكر للتكثير، وذكر عدد معين للتكثير أسلوب من أساليب الخطاب، أي هو معروف في لغة العرب،
وهو مستعمل بين الناس إلى اليوم، لم يزالوا يذكرون العدد ولا يريدون نفس العدد، وإنما يريدون التكثير والمبالغة. وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وهو حديث بريرة رضي الله عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب، إذا كان أكثر من 100 فهو أيضا باطل، إذن لما ذكر 100؟ لمجرد التكثير، فيكون العدد هنا 100 درجة لا مفهوم له، وإنما المقصود أن في الجنة درجات كثيرة. والجواب الثاني أن 100 درجة خاصة بالمجاهدين، وما عداها لغيرهم، والله أعلم. وعلى كل، ففضل الله واسع، والأحاديث صحيحة ودالة على كثرة المنازل في الجنة، وهي حث للمسلم أن يستكثر من العمل الصالح حتى تعلو منزلته ودرجته في الجنة. قال رحمه الله: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أحسنت. قال رحمه الله: وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري. أبو بكر هذا تابعي وليس صحابيا، وأبوه هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو بكر هذا هو عمرو أو عامر على اختلاف بين العلماء في اسمه، ابن أبي موسى الأشعري، وهو من ثقات التابعين، توفي 600 للهجرة. قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو، أي المشركين، في قتال المشركين، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. يعني إن من أعظم أسباب دخول الجنة الجهاد في سبيل الله. فقام رجل رث الهيئة، قام رجل رث الهيئة يعني بالي الثياب، يعني فقير، ثيابه بالية خليقة. فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع الرجل إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يعني سلام المودع، يودعهم لأنه يريد الشهادة في سبيل الله. ثم كسر جفن سيفه، والجفن هو الغمد، أي كسر غمده لأنه لا يريد أن يرجع من هذا القتال. فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. قال: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر. أبو عبس هذا هو عبد الرحمن بن جبر الأنصاري الأوسي،
صحابي جليل وهو من أهل بدر، من أهل غزوة بدر، توفي رضي الله عنه سنة 34 للهجرة، وصلى عليه خليفة المسلمين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعنهم جميعا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذا الحديث بشارة للمجاهد بالنجاة من النار ودخول الجنة من غير سابقة عذاب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا، يعني لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله، أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. وقوله رجل هنا لا يعني أن المرأة ليست كذلك وأنها لا توعد بهذا الوعد الحسن، بل هي كذلك، وإنما عبر بالرجل من باب التعبير بأشرف النوعين، وإلا فالمرأة كالرجل توعد بهذا أيضا، أنها إن بكت من خشية الله لا تلج النار، أي لا تدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع. والضرع معروف، ضرع البهيمة، ضرع الشاه والناقة ونحوهما. وهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم للاستحالة الشرعية بالاستحالة العادية، لتأكيد الوعد المذكور وهو النجاة من النار، أي أن هذا أمر مقطوع به، أنه سيدخل الجنة ولن يدخل النار إذا بكى من خشية الله. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، أيضا يعني مما يوجب للإنسان الجنة وينجيه من النار أن يجاهد في سبيل الله حتى ولو لم يقتل، حتى ولو لم يقتل في سبيل الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح. عينان لا تمسهما النار، المقصود نوعان من الناس لا يدخلان النار، وإنما عبر بالعين لأنها هي التي تباشر هذه الطاعة المذكورة هنا، فإن البكاء من خشية الله يكون بالعين، والحراسة في سبيل الله تكون بالعين، فعبر بالعين والمقصود صاحب العين، أي الإنسان نفسه لا يدخل النار إذا بكى من خشية الله أو كان حارساً في سبيل الله، وهو الذي يحرس جيش المسلمين من العدو أو يحرس ثغراً من ثغور المسلمين في الرباط. فالحديث يدل على فضل هذين العملين، وهو بشارة عظيمة لصاحبهما بدخول الجنة من غير سابق عذاب. وفي الحديث أيضاً بيان فضل الله على عباده، فإنه يعطي الشيء العظيم على الشيء اليسير، يعطي الأجر العظيم على الشيء اليسير، فإن البكاء من خشية الله ليس أمراً شاقاً على الإنسان، ومع ذلك فيوعد صاحبه بدخول الجنة وينجو من النار. لكن ينبغي لمن حصل له هذا ألا يتكل ويقول: بكيت في يوم كذا من خشية الله، فيتكل على هذا، لا، لأنه قد يعمل أعمالاً توجب له النار بعد ذلك، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل الجنة، بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين، ونلجو إن شاء الله تعالى إلى كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف: فصل في درجات أدلة الخطاب، في صفحة 537 من المجلد الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في درجات أدلة الخطاب، وهي ست. أولاها: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، كقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل. أنكره بعض منكري المفهوم، لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه. ولنا مع ما سبق أن حتى تنكح ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، فلا بد من إضمار فتحل له. ولهذا يقبح الاستفهام فيقال: فإن نكحت هل تحل له؟ ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه. الثانية: التعليق على شرط، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. أنكره قوم، لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار والشاهد واليمين، ولا يكون نسخا. ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين، لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به، لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: فصل في درجات أدلة الخطاب. أدلة الخطاب أي مفاهيم المخالفة، لأن من أسماء مفهوم المخالفة كما مر معنا دليل الخطاب. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لذكر أنواع مفهوم المخالفة مرتبة من الأقوى إلى الأضعف. قال: وهي ست، أي ست درجات، كل درجة أعلى من التي بعدها. أولاها: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، يعني أعلى أنواع مفهوم المخالفة هو ما يسمى بمفهوم الغاية، وهو دلالة تعليق الحكم بغاية على انتفاء الحكم بعد الغاية. ومثل له المؤلف بعد أن ذكر أشهر صيغه، حيث قال: بصيغة إلى أو حتى، وهما أشهر صيغ الغاية. ثم مثل لحرف إلى بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيدل بمفهوم الغاية على أنه لا صيام بعد دخول الليل، أي بعد غروب الشمس. ومثل لحتى بقول الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمفهوم الغاية أن بعد أن هذه المطلقة البائن، أي المطلقة ثلاثا، لا تحل لمطلقها إلا بعد أن ينكحها زوج آخر ويطلقها الثاني. ومن الأحرف الدالة على الغاية اللام، كما قال تعالى: كل يجري لأجل مسمى. كل، أي الشمس والقمر، يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى، فلا يجريان بعده. وهذا معنى مفهوم الغاية، أي أن الحكم ينقطع بعد الغاية. قال: أنكره بعض منكري المفهوم،
هذا شروع في بيان الخلاف في حجية مفهوم الغاية، فقال: أنكره، أي أنكر حجية مفهوم الغاية، بعض منكري المفهوم، أي بعض من أنكر مفهوم المخالفة جملة. وأما الحنفية فهم وإن كانوا في الأصل ينكرون مفهوم المخالفة، إلا أنهم ينفون الحكم بعد الغاية، إلا أنهم يقولون انتفاء الحكم بعد الغاية من قبيل دلالة الإشارة لا من قبيل مفهوم المخالفة. ثم استدل لهؤلاء فقال: لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه. هذا دليل المنكرين لحجية مفهوم الغاية، قالوا: النطق في النص الشرعي أو في الكلام إنما هو بما قبل الغاية، يعني الحكم إنما أسند إلى ما قبل الغاية، فأما ما بعد الغاية فمسكوت عنه، لم يذكر له حكم لا بالثبوت ولا بالانتفاء. والسكوت ليس كلاما، والدلالة إنما تكون بواسطة اللفظ ولا لفظ، يعني ما بعد الغاية لم ينطق به النص، فكيف تسندون حكما لما بعد الغاية وهو لم ينطق به في النص؟ هذا معنى دليلهم. قال: ولنا الآن شروع في بيان مذهب من احتج بمفهوم الغاية، وهم جماهير العلماء، بل ادعى بعض العلماء الإجماع، إجماع الأصوليين على حجية مفهوم الغاية، فذكر لهم ثلاثة أدلة. قال: لنا مع ما سبق أن إلى آخره، الكلام طبعا فيه اختصار، فقوله ما سبق هو الدليل الأول، ومعنى الدليل أن الأدلة التي سبق أن ذكرناها في أول الكلام على مفهوم المخالفة دل على حجية مفهوم المخالفة جملة، يعني دلت الأدلة على أن تعليق الحكم بقيد يوجب انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، ومفهوم الغاية هو من هذا القبيل، فيكون ما دل على حجية مفهوم المخالفة جملة هو دليلا أيضا على حجية مفهوم الغاية، لأن ما ثبت للأعم يثبت للأخص، ما ثبت للشيء ثبت لأفراده. هذا معنى الدليل الأول. الدليل الثاني أن قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، فلا بد من إضمار فتحل له. هذا الدليل الثاني. يقول أن قوله تعالى: حتى تنكح، لو كان الوقف على هذا لما صح الكلام، بل لابد أن تتعلق الغاية بشيء يذكر في الكلام، لا يصح هذا يعني في لغة العرب، وحينئذ فلا بد أن نقول إن قوله تعالى: حتى تنكح، متعلق بالحكم المذكور معه، وهو قوله فلا تحل له، وحينئذ فلا بد من إضمار ليستقيم الكلام، فيقال: فإن نكحها زوج غيره وطلقها فتحل له، أي لمطلقها الأول، وبهذا يتم الكلام. قال: ولهذا يقبح الاستفهام، فيقال: فإن نكحت هل تحل له؟ هذا الدليل الثالث، وهو أن العرب، والمسألة التي معنا مسألة لغوية، أن العرب تستقبح الاستفهام فيما بعد الغاية، فلو قال الرجل لغلامه: لا تكرم زيدا حتى ينجح،
ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ أنه بعد أن ينجح أكرمه. فلو قال السامع المخاطب المكلف بهذا الأمر، لو قال أرأيت لو نجح أأكرمه، ماذا سيقول له؟ سوف يقول أعجمي أنت، ألا تعرف لسان العرب؟ قلت لك لا تكرم زيدا حتى ينجح. وما من عربي يسمع هذا الكلام إلا ويفهم أنه بعد أن ينجح أكرمه. فهذا معنى الدليل الثالث، يعني أن مفهوم الغاية مفهوم من لغة العرب لا يختلف فيه اثنان من أهل اللسان. ومسألتنا هذه أصولية لكنها مبنية على اللغة، فيحتكم فيها إلى اللغة. وقد رأينا أهل اللغة يفهمون أن ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلها، ولهذا يستقبحون الاستفهام عنه. هذا معنى الدليل الثالث، وهو دليل قوي. ثم قال ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه. هذا الدليل الرابع الأخير، يقول العرب ما سمت إلى وحتى واللام إذا كانت غائية، ما سمتها غاية إلا لأنها نهاية. ونهاية الشيء مقطعه، ومعنى مقطعه أي ما ينقطع عنده الحكم، فيكون ما بعده مخالفا لما قبله. وهذا هو معنى مفهوم الغاية. هذا الدليل الرابع الأخير الذي استدل به المؤلف رحمه الله للجمهور. قال الثانية، أي الدرجة الثانية، النوع الثاني الأقل رتبة مما قبله وأعلى مما بعده، هو مفهوم الشرط. مفهوم الشرط، قال الثانية التعليق على شرط، كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم الشرط هو دلالة تعليق الحكم بأداة شرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. فإذا قال القائل أكرم زيدا إن نجح، أكرم زيدا إن نجح، ماذا يفهم منه؟ إن لم ينجح فلا تكرمه. هذا معنى مفهوم الشرط، ينتفي الحكم المذكور إذا انتفى الشرط المذكور. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى وإن كنا، أي المطلقات البوائن، والمطلقة البائن هي التي بت زوجها طلاقها، يعني طلقها الثالثة. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، الخطاب للأزواج المطلقين في حق زوجاتهم المطلقات طلاقا بائنا. يعني إن كانت البائن هذه المطلقة ثلاثا إن كانت حاملا فتستمر النفقة عليها زمن العدة، مع أنها بانت منه صارت أجنبية عنه، لكن النفقة تبقى عليها واجبة مدة العدة. وإن كنا أولات حمل، أي صاحبات حمل أي حوامل، فأنفقوا عليهن. فماذا يفهم منه؟ إن لم يكن حوامل فلا يجب أن تنفقوا عليهن. فلو طلق زوجته الثالثة ولم يكن في بطنها حمل فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأنها ليست من أولات الأحمال. وإن هنا أداة شرط، فقول المؤلف رحمه الله التعليق على شرط، المقصود التعليق على أداة شرط، أي ما يسميه النحويون أداة شرط من الحروف والأسماء الدالة على الشرط، أدوات الشرط. لكن الأصوليين ألحقوا بمفهوم الشرط الشرط المعنوي، وهو الذي في معنى الشرط ولم تذكر فيه أداة، مثل قول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله
إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، يدرأ عنها من هي؟ الملاعنة، وهي المرأة التي اتهمها زوجها بالزنا، وصار الاثنان عند القاضي فإنهما يتلاعنان كما دل عليه القرآن الكريم. ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب الذي هو الرجم، أن تشهد، الشهادات المذكورة في الآيات. فيفهم منه أنها إن لم تشهد، يعني قاله القاضي قومي واشهدي أربع شهادات بالله ثم الخامسة، فقالت لا أشهد، هل يدرأ عنها العذاب؟ لا يدرأ عنها العذاب، بمعنى أنه يقام عليها حد الرجم، على خلاف بين الفقهاء، يعني هذا مذهب المالكية والشافعية. والغرض هو المثال، ضرب المثال على أن ما كان في معنى الشرط يلتحق بمفهوم الشرط حتى لو لم تذكر فيه أداة الشرط، لأن قوله هنا أن تشهد، أن هذه ليست شرطية وإنما مصدرية، يعني ويدرأ عنها العذاب شهادتها أربع شهادات إلى آخره. وإنما ذكرت هذا حتى لا يستغرب كلام الأئمة حين يقولون دل مفهوم الشرط على كذا وكذا في أحد الأمثلة، فإذا فتشت في الآية أو الحديث لم تجد أداة شرط، فيظن أنهم أخطأوا، وهم ما أخطأوا، لأنهم يجرون الشرط المعنوي مجرى الشرط اللغوي. قال أنكره قوم، هذا شروع في بيان الخلاف في حجية مفهوم الشرط. قال أنكره قوم، يعني أنكر حجيته قوم، فقالوا الحكم لا ينتفي عند انتفاء الشرط. وهؤلاء المنكرون هم الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وأكثر المعتزلة، خلافا لجمهور العلماء، حيث ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر العلماء إلى أن مفهوم الشرط حجة. واستدل للمخالفين المنكرين حجيته بقوله لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار والشاهد واليمين ولا يكون نسخا. إلى هنا انتهى الدليل، دليل القائلين بنفي حجية مفهوم الشرط. قالوا لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما جاز بعلتين. وحينئذ لو أن الشارع قال أحكم بالمال، يعني أثبت المال لمدعيه إن شهد به شاهدان، إن أداة شرط، وعلى مذهب الجمهور يفترض أنه إذا لم يكن هناك شاهدان فلا يثبت المال للمدعي. لكن ماذا قالوا هنا في الدليل؟ قالوا أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به، أي بالمال، بشيء آخر غير الشاهدين. ما هو هذا الشيء الآخر؟ الإقرار من المدعى عليه، لو اعترف وقال نعم له علي ما ادعى، أو بالشاهد واليمين كما دل عليه حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قضى بشاهد ويمين المدعي أو كما ورد. قال ولا يكون نسخا، يعني قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا ينفي الحكم عن غير الشاهدين، كان يثبت المال بإقرار المدعى عليه أو بشاهد ويمين المدعي. قال ولا يكون ذلك نسخا، ولا يكون نسخا، يعني وليس ثبوت الحكم وهو المال بالإقرار
وبشاهد ويمين لا يكون نسخا لثبوت الحكم بالشاهدين عند الجميع، يعني عندنا وعندكم، كأنهم يقولون ثابت هذا عند الكل. فعلم من هذا أن الحكم المعلق بشرطين لا ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما لأنه ثبت بالشرط الآخر. فدل على ماذا؟ دل على أن الشرط لا يقتضي نفيا، ما يدل على انتفاء الحكم فيما عدا المذكور، لأن الشرط لو كان يقتضي نفيا لكان ثبوت الحكم وهو المال بشاهد ويمين المدعي أو بالإقرار لكان ذلك نسخا، وصورته أنه كما تقولون يا معاشر الجمهور أن قوله إن شهد بالمال شاهدان فاحكم به لصاحبه أنه ينفي بمقتضى مفهوم الشرط الحكم عما عدا الشاهدين. ثم هذا الحكم نسخ بشيء آخر وهو ثبوت المال بالإقرار أو بشاهد ويمين، وهذا لا تقولون به بل تقولون بثبوت الحكم وهو المال بالإقرار وبالشاهد واليمين ولا تسمونه نسخا. ما الدليل على أنهم لا يعتبرونه نسخا في الشاهد واليمين؟ أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث أحادي، والنسخ عند أهل المذاهب الأربعة من شرطه أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، ولا يجوز أن يكون أدنى منه رتبة، فلا ينسخ الأحادي المتواتر. فلما قبل الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعملوا به دل على أنهم يرونه مثبتا للحكم مع أنه يلغي الحكم الذي ثبت بالشرط الأول بمفهوم الشرط احكم بالمال إن شهد به شاهدا. فيلزمكم من هذا أن تقولوا إن تعليق الحكم بشرط لا يقتضي انتفاءه عند انتفاء الشرط. هكذا استدل المخالف، ثم شرع في بيان أدلة الجمهور فقال ولنا ما سبق. اختصر المؤلف هنا رحمه الله فاكتفى بالأدلة العامة التي دلت على حجية مفهوم المخالفة جملة، وقال إنها تثبت حجية كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة، لأن ما ثبت للكل يثبت للبعض، ما ثبت للشيء ثبت لأفراده. ثم أجاب عن هذا الدليل الذي سبق للمخالف فقال وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. قوله وتعليقه الواو استئنافية، وتعليقه مبتدأ، وخبره الجملة الفعلية لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، وما بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية ولا يحتاج إلى الاعتراض هنا بين المبتدأ والخبر. فلو أن المؤلف رحمه الله أخر هذه الجملة، الجملة التعليلية هذه، لو أنه أخرها آخر الكلام لكان أحسن وأبعد عن اللبس. يعني تكون العبارة هكذا وتعليقه بشرطين لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما. لما لا يمنع؟ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به، فيستقيم يعني يحسن الكلام هكذا ويتضح أكثر. ومعنى الجواب أن تعليق الحكم بشرطين لا ينفي الحكم عند انتفاء أحد الشرطين،
وإنما مقتضى مذهبنا نحن معاشر الجمهور أن ما علق بشرطين لا ينتفي الحكم إلا بانتفاء الشرطين معا، فأما إذا انتفى أحدهما فلا ينتفي الحكم، ومن ثم يبطل دليلكم رأسا، لأننا حين أثبتنا المال بالإقرار وبالشاهد واليمين أثبتناه لأنه شرط آخر فيجب إعماله، والحكم لا ينتفي إلا بانتفاء مجموع الشرطين. بمعنى إذا لم يكن هناك شاهدان ولا إقرار ولا شاهد ويمين، حينئذ نقول ينتفي الحكم ولا يثبت المال لمدعيه، فبطل دليلكم رأسا ولا يلزمنا هذا. قال رحمه الله: الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة، فهو حجة طلبا لفائدة التخصيص. وكذا إذا قسم الاسم قسمين فأثبت في أحدهما حكما دل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها. أحسنت. قال: الثالثة أي الدرجة الثالثة من درجات مفهوم المخالفة هو مفهوم الصفة، وعرفه بقوله أن يذكر أي الشارع الاسم العام، أو قال أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، يعني أن يذكر الشارع اسما عاما ثم يذكر بعده صفة خاصة لا تتحقق إلا في بعض أفراد الاسم العام في معرض الاستدلال والبيان، فيدل على انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بهذا الصفة بهذه الصفة. فإذا مفهوم الصفة دلالة تعليق الحكم بوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف، ومثل له المصنف بمثالين. قال: كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة، أو هنا للتنويع، وكلا الحديثين مذكورين بالمعنى لأنه لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما أورده المؤلف كما أورده كثير من الأصوليين بالمعنى طلبا لتوضيح المثال، وأراد به التنبيه على أن الصفة في قوله مفهوم الصفة لا يلزم أن تكون النعت باصطلاح النحاة، بل يمكن أن تكون نعتا ويمكن أن تكون مضافة إلى الموصوف. قال: في الغنم السائمة الزكاة، الغنم هو الموصوف هو الاسم العام، والسائمة هي الصفة وهي النعت باصطلاح النحاة. لكن في المثال الثاني في سائمة الغنم الزكاة، الصفة هي سائمة والغنم موصوف، لكن هذا باصطلاح الأصولي، ويأبى النحاة أن يسموه صفة وموصوفا، إنما يقولون سائمة اسم مجرور بحرف الجر وهو مضاف، والغنم مضاف إليه مجرور إلى آخره، فلا يسمونه صفة ولا نعتا. وهذا شيء لا يستغرب، لأن وظيفة الأصوليين هو البحث في معاني الخطاب، فهم يفتشون في المعنى، فما كان صفة في المعنى سموه صفة، وأما النحوي فوظيفته ضبط أواخر الكلم، يعني وظيفته الإعراب. وقوله هنا في معرض الاستدلال والبيان تابع فيه المصنف رحمه الله أصله وهو الروضة، وهو في كلمة الاستدلال، وخالف صاحب الروضة أصله وهو المستصفى
لأن الذي في المستصفى لأبي حامد في معرض الاستدراك والبيان، فغيرها ابن قدامة إلى الاستدلال، وأراد يعني أن يكون هذا تأدباً مع نصوص الشرع، لأن الاستدراك يوهم البداء، يوهم البداء، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها، وهذا محال في حق الشرع الحكيم. قال: فهو حجة طلباً لفائدة التخصيص. هذا ذكر لدليل جمهور العلماء القائلين بحجية مفهوم الصفة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. فقال: طلباً لفائدة التخصيص، يعني التخصيص بالذكر، يعني أن قوله في الغنم السائمة الزكاة مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. السائمة، معنى السائمة هي الغنم التي ترعى المباح الحول أو أكثره، يعني تأكل مما أنبته الله في الأرض، فلا يشتري لها صاحبها طعامها. ويقابل السائمة المعلوفة، وهي التي يشتري لها صاحبها طعامها. فمن رحمة الله بعباده أنه أوجب الزكاة في السائمة فقط، وأما المعلوفة فلا زكاة فيها، بدلالة مفهوم الصفة من هذا الحديث. في الغنم السائمة زكاة مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها، وغير السائمة هي المعلوفة. فقالوا في الدليل: لو لم نقل إن غير السائمة التي هي المعلوفة لا زكاة فيها، لكان ذكر السائمة لغواً أو حشواً، وهذا ينزه عنه كلام الشرع، إذ ما من لفظ فيه إلا وله فائدة، ولا فائدة له إلا أن يكون الحكم في غير السائمة بخلافها، فتكون المعلوفة لا زكاة فيها كما أن في السائمة زكاة، يعني يكون الحكم على النقيض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا إذا قسم الاسم قسمين. وكذا أي وفي معنى هذه الدرجة، وفي معنى هذا القسم من أقسام مفهوم المخالفة قسم آخر، جعله المصنف رحمه الله هنا تابعا للذي قبله، جعله من مفهوم الصفة. وبعض الأصوليين يجعله قسما قائما برأسه، أعني قسما منفصلا مستقلا، سموه مفهوم التقسيم، وعرفه بقوله: إذا قسم الاسم قسمين فأثبت في أحدهما حكما دل على انتفائه في الآخر. هذا معناه، أن يقسم الشارع، يعني أن يذكر الشارع صنفين، ويذكر مع كل واحد منهما حكما فيدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، عن الصنف الآخر. أن يذكر صنفين ويذكر مع كل صنف حكما فيدل على انتفاء هذا الحكم عن القسم الآخر. ومثل له المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. المؤلف هنا اختصر، وما كان ينبغي أن يختصر، لأن الشاهد في تمام الحديث، في الحديث كله، لأن قوله الأيم أحق بنفسها صنف واحد، فأين الثاني؟ وهو يذكر مفهوم التقسيم، لا بد من ذكر الصنفين. الأيم أي الثيب التي مات عنها زوجها أحق بنفسها من وليها، يعني ما يجبرها، لا بد أن تقبل الخاطب الجديد، لا بد أن تقبله بصريح العبارة، يقول: يا ابنتي زيد يخطبك،
فتقول أقبل به زوجا. قال والبكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني البكر يكفي أن تستأذن لأنه يغلبها الحياء، فما تستطيع أن تقول أقبل به زوجا فيكفي سكوتها. فجعل النساء صنفين ثيبا وبكرا، وأثبت في كل واحدة حكما، فالثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، فيدل على ماذا؟ على انتفاء حكم كل واحدة عن الأخرى، فلا البكر تستأمر ولا الثيب تستأذن. ومثال أيضا مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تقسيم الغنيمة التي يغنمها المسلمون بعد الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام للراجل سهم وللفارس ثلاثة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين الغانمين جعلهم صنفين راجلا وفارسا. راجلا يعني يمشي على رجليه ما عنده مركوب، والفارس هو الذي عنده فرس يركب عليه في الجهاد. وذكر في كل نوع حكما، فذكر في الراجل أن له سهما واحدا من الغنيمة، وذكر في الفارس ثلاثة أسهم، فدل على ماذا؟ على أن الراجل لا يعطى ثلاثة أسهم، وعلى أن الفارس لا يعطى سهما واحدا. هذا معنى مفهوم التقسيم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قسم النبي صلى الله عليه وسلم المصلين في الجماعة قسمين، إمام ومأموم، وذكر في كل حكما، فذكر في حق الإمام قول سمع الله لمن حمده، وذكر في شأن المأموم قول ربنا ولك الحمد، فاستدل به بعض الفقهاء على أنه لا الإمام يقول ربنا ولك الحمد ولا المأموم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا عند بعض الفقهاء، وإلا المسألة فيها خلاف معروف في كتب الفقه. نعم ممكن يعني يكون صنفان من الناس. نعم، والمؤلف رحمه الله جعل هذا كما قلنا تابع لمفهوم الصفة، وسوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم كلام في هذا والذي يلي بحسب ما ذكره المصنف وبحسب ما يظهر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.